عايزة أقف مع حضرتك عند أول حفلة مباشرة كده مع الجمهور عملتها عود بس، وقرارها كان إزاي؟ وبناخد من ده رسايل بقى للشباب اللي يعني إيه ممكن يشوف الكبار عملوا إيه وخطواتهم كانت إيه فيمشي على نفس النهج. أول حفلة كانت إيه بالنسبة لحضرتك وخطواتها كانت إزاي؟ هو انا في المعهد العالي للموسيقى العربيه يعني استاذ في آلة العود هناك في المعهد، ومن بدري من اول ما التحقت بالمعهد دخلت فرقه ام كلثوم. ففرقه ام كلثوم دي المعقل بتاعنا اللي هو دخلت من اكبر الابواب بقى واوسعها، كل موسيقيين مصر الكبار خارجين من فرقه ام كلثوم، ومطربين مصر الكبار خارجين من ام كلثوم، فنان محمد الحلو، فنان استاذ عطيه، يعني في تاريخ طويل. فكنت على طول من بدري، انا من اول ما دخلت المعهد وانا عازف للسوليست بتاع الفرقه، وسافرت معاهم كتير وعزفنا كتير وحاجات وبتاع. فانا ما بعتبرش ان الحفلات دي يعني هي البدايات، ولكن البدايه الحقيقيه كانت في الاوبرا، حفله في الاوبرا كانت في 86 تقريبا، وانا كنت يعني لسه صغير. كم سنه تقريبا ساعتها حضرتك؟ كنت 29 سنه مثلا، حاجه و20 28 28 سنه حاجه كده. ف ف ف ف لا لا مش 28 سنه، لا خلاص 86 يا 86 سنه 86 19 سنه 20 سنه يعني كنت لسه داخل المعهد انا. ما انا فاكر يعني التحقت بالمعهد سنه 86، ومن ساعتها وانا في فرقه ام كلثوم، وعملت الحفله دي بمجرد ما التحقت اثناء العمل. وبعد كده توالت الاعمال بقى يعني شغل العود، المعهد بيدي ثقه للعازف اللي جواه والطالب اللي يعني المزيكا بتفتح له مجالات كتيره طالما هو في الوسط. فدخلت في تسجيلات بقى يعني حتى من بدري كنت في تسجيلات وبتاع يعني. رد فعل الجمهور في الحفله دي كان ايه؟ فاكر كنت مرتبك؟ لا طبعا متعه جدا طبعا، حاجه جميله، وانا كنت مبسوط يعني. اقول لحضرتك انا بحب الاله من وانا صغير. انا قصدي اقول لك ان انا ما بحبش اعزف حتى الا لما يبقى عندي جديد او عندي حاجه جميله اقدر اقدمها، مش مجرد بس التواجد وكده وخلاص. ابدا. الدخول مع عالم بقى الفنانين. على موسيقى الاستاذ رياض السنباطي يعني يعني حتى الدكتوراه بتاعتي في موسيقى رياض السنباطي. الاستاذ الاصابجي يعني كل العتاوله الكبار بتوع المزيكا اللي هم دول يعني حياتي كلها كانت طبعا المشايخ والمنشدين والمدعوين، طبعا الشيوخ الكبار بتوعنا الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت، وكنت بسمع القران الكريم من كل كبار المقرئين. فكل دي الثقافه باختصار يعني ام كلثوم وعبد الوهاب اللي هم عباقره الفن، هي التربيه اللي بتكلم حضرتك عليها دي اللي هي المشايخ والسمع والبتاع، السمع باستمرار يعني هو تعليم شامل كده ومتنوع. هو الغنى في مصر كان كده، قوه الفن المصري كانت في الحته دي اللي هي انت على طول حواليك اداء سليم في كل اللي بيشتغل، حتى الناس الطبيعيه اداء سليم. فاتربيت على كده وداني اتربت على كده.